خير وأحسن تأويلا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي، والواحد من هؤلاء لا يفقه شيئا، لا يعرف قبيلا من دبير، وتكلم في دين الله. اصمتوا عباد الله واسكتوا عن دين الله عباد الله، حتى يتكلم اهل العلم فيفهم الناس. ودعوكم من هذا اللغط وهذه الشوشرة، وتوبوا الى الله تبارك وتعالى من الخبط في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. اكل من ملك لسانا اصبح مفتيا واصبح عالما، انه لا يمكن بحال من الاحوال ان يقدم على الكلام في دين الله تبارك وتعالى الا من يجاز، الا من اجازه العلماء. واما هؤلاء الحمقى الذين يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، على من تخرجوا؟ على شياطينهم واهوائهم، لم يسمعوا من احد، ولم يجلسوا في مجالس العلماء، ولم يتعلموا شيئا، ولا يدرون شيئا في اصول الدين. بل اقسم ان اكثرهم لا يعرف كيف يتوضا، بل اقول اقسم ان اكثرهم لا يعرف اداب قضاء الحاجه. لا يعرف اداب قضاء الحاجه ويتكلم في الدين. لما تتكلم في الدين؟ اصمت عبد الله حتى يتكلم اهل العلم فيفهم الناس، وحتى لا يتشوش الخلق، وحتى لا تقع هذه الفوضى التي وقعت بهذا الذي وقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما يسوء. اصمتوا عباد الله وتأملوا في دين الله وتوقفوا عند حدود ما تعلمون. فإن مالكا ما جلس يتكلم حتى شهد له الشيوخ، يقول حتى شهد لي 70 من علماء المدينة، فقال له السامع ولو لم يشهدوا لك ماذا كان الشأن إذن؟ قال ما كنت لأتكلم، لولا أنهم قالوا لي تكلم يا أبا عبد الله ما تكلمت. فلما أذن له بالكلام تكلم. وأما الذين يخبطون يتكلمون يتحدثون، الذين يأتون بالحكاوى، والذين يتكلمون في الوعظ، والذين ظلوا يتكلمون عن الثعابين وعن الحيات وعن العقارب في القبور غير ذلك، حتى غلظت القلوب، وحتى أصبح الناس لا يرهبون الموت، وحتى أصبح الناس لا يخشون حتى من النار من كثرة ما تكلم هؤلاء. كأنما يتكلمون عن أمر محسوس يألفه الناس ويدرونه، وهذا من الخطأ العظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعث مرشدا منذرا ومبشرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى كل عبد يتقي الله أن يتقي. لست عالما بل لست طالب علم، لا تصلح أن تكون طالب علم مهما كنت. أنا أقول لك لست طالب علم بعد، إنما طالب العلم الذي يطلق الدنيا لا دنيا له، ويقبل على العلم إقبالا كليا بحيث لا تصبح له دنيا، ثم يطلب العلم في الصباح وفي المساء وما بين، هذا طالب العلم. من منكم كذلك؟ ليس منكم أحد إطلاقا على هذه الصورة. فلم تصلوا بعد إلى طلاب العلم، وإنما أنتم من العوام، وليس للعامية أن يتكلم في الدين. فاتقوا الله عباد الله، والزموا حدكم، واعرفوا قدركم، والله تبارك وتعالى يتولانا جميعا برحمته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.